أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقريرها السنوي لعام 2023 تحت عنوان مستمرون في العطاء، وتضمن تقرير أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة. نتيجة دعم مستمر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أرسى دعائم راسخة لنموذج اقتصادي إنمائي وتنموي مستدام، حققت الإمارة نمواً استثنائياً في مستهدفات تسريع الأنشطة الاقتصادية بأنواعها حسب ما جاء في التقرير السنوي الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية لعام 2023. وتظهر نتائج وإحصاءات التقرير ارتفاعاً في حجم رخص الأعمال الصادرة والمجددة بنسبة تتجاوز 4%، لتصل أعداد المنشآت إلى أكثر من 66 ألف رخصة، وقد شكلت الرخص الصادرة نحو 12% منها، فيما استحوذت الرخص المجددة على الحصة الكبرى وبنسبة تتجاوز 88%، ما ينعكس إيجاباً على إجمالي الناتج المحلي للإمارة والذي تجاوز 145 مليار درهم في نهاية عام 2023. وتمثل هذا النمو الإيجابي وبنسب متفاوتة في رخص الأعمال الصادرة وبشكل أكبر في القطاعين التجاري والصناعي ورخص اعتماد المنزلية، كما حققت الرخص المجددة نمواً مماثلاً في القطاعات التجارية والمهنية والصناعية، وشهدت رخص اعتماد الصادرة نمواً عالياً بنسبة 21%، أما رخص المتاجرة الإلكترونية المجددة فسجلت بدورها نمواً قياسياً بواقع 34%، وكذلك 19% لرخصها الصادرة. وخلال العام المنصرم لوحظ زيادة إقبال المستثمرين على تأسيس المشروعات الاستثمارية لا سيما في القطاع التجاري، فيما أصبحت مشاريع سيدات الأعمال أكثر تمكناً في السوق المحلي خاصة في المجالات التجارية والمهنية بدعم قوي من المزايا والتسهيلات التي قدمت لهن. وواكب ذلك زيادة الأرقام المرتبطة بأنشطة المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب، حيث شكلت رخص التملك الأجنبي 13% من إجمالي الرخص في 2023 بواقع يتجاوز 2500 رخصة صادرة وأكثر من 6000 رخصة معدلة، وبإجمالي رأس مال قيمته 3 مليارات و230 مليون درهم. وعلى الصعيد القانوني والتشريعي أنجزت الدائرة ما يفوق 18,000 معاملة توثيق لعقود الشركات، فيما نفذت ما يقارب 46,000 معاملة قانونية. وتحرص دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على حماية المستهلكين والاهتمام بسلامة الأسواق، ومن هذا المنطلق نفذت أكثر من 216,000 جولة رقابية على الأسواق إلى جانب جولات رقابية على الموازين، فيما تعاملت فرق الدائرة مع أكثر من 14,600 شكوى بشكل احترافي، ليرتفع معدل حل وإغلاق الشكاوى إلى 97%. وفي إطار تسهيل إجراءات تقديم الخدمة للمتعاملين، بلغ إجمالي المعاملات الذكية المنجزة أكثر من 228,000 معاملة، وكل ذلك أدى إلى ارتفاع رضا المتعاملين عن الخدمات التي يتلقونها وبنسبة وصلت إلى 96%. وقد أثمرت جهود التنمية المستدامة عن حصول الشارقة في العام 2023 على المرتبة الخامسة عالمياً بين قائمة المدن العشر الأسرع نمواً في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واستقطاب المشاريع النوعية الجديدة، ما ساهم في خلق فرص العمل ودعمها بأطر تشريعية وتنظيمية تواكب مستجدات التطور الاقتصادي. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف نورة يوسف بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة. أهلا بك بداية، ما أبرز المؤشرات والنتائج المبشرة التي يقدمها التقرير السنوي الصادر من دائرتكم الموقرة حول الأداء الاقتصادي في الإمارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أحب أشكركم على استضافتكم لي اليوم.
طبعا وفقا للتقرير السنوي لدائرة التنمية الاقتصادية لإمارة الشارقة لعام 2023، نرى أنه يتم تسليط الضوء على أهم المؤشرات والنتائج التي تعكس أداء الاقتصاد المحلي في إمارة الشارقة، وتعد هذه المؤشرات كأداة أساسية لصناع القرار لوضع السياسات الاقتصادية المستقبلية، حيث تشير هذه المؤشرات إلى النمو الملحوظ في مستهدفات تسريع الأنشطة الاقتصادية بأنواعها. ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد في إمارة الشارقة نمواً متزايداً في الأعوام المقبلة، وهذا ما نشهده من خلال الدعم الدائم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه، وبمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. تميز الدائرة بجاهزية رقمية تعد الأولى والأعلى من نوعها للارتقاء بمستويات الخدمات المقدمة للمتعاملين واستحداث وتطوير الخدمات الذكية، حيث حققت الدائرة نجاحا كبيرا في تسهيل إجراءات وتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين وإنجاز مشروع نظام التراخيص الجديد بنسبة 100%، وإحراز الدائرة المركز الأول في مشروع التقييم حوكمة البيانات وإطلاق خدمة الواتساب الأعمال. فيما يخص حرص الدائرة على تطبيق أعلى مؤشرات الأداء والأنظمة الإدارية المتكاملة وتعزيز ثقافة الجودة والتميز، حصلت الدائرة على 9 شهادات في مجال الجودة، والذي يرسخ مكانتها كجهة رائدة تواكب المتغيرات والمحافظة على أعلى مستويات المتقدمة في الأداء. نعم أستاذة نورة، ما هي العوامل التي ساعدت على تحقيق هذا النمو الاستثنائي في مستهدفات تسريع الأنشطة الاقتصادية بأنواعها؟ كما نعلم أن تحقيق النمو في مستهدفات تسريع الأنشطة الاقتصادية في إمارة الشارقة كان نتيجة عدة عوامل استراتيجية ساهمت بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، ومن أهم هذه العوامل هي سياسة التحفيز الاقتصادي المتبعة في الإمارة وتطوير البنية التحتية المتعلقة بالنقل والمواصلات وتطوير الطرق والموانئ والمطارات، والتي تجعل الشارقة مركزاً إقليمياً للنقل والتجارة، وكذلك التنوع الاقتصادي والتوسع كذلك في القطاعات الغير نفطية ودعم الابتكار وريادة الأعمال في إمارة الشارقة، وكذلك تشجيع الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لتنفيذ المشاريع التي تساهم في التنمية الاقتصادية بشكل ملحوظ.